كوستاريكا وشروط فيزا كوستاريكا وازاي نقدر نسافر كوستاريكا كمصريين. انا كنت في بنما وطلعت من بنما على كوستاريكا بالاوتوبيس زي ما انتم شايفين، ووصلت الحدود دخلت سافرت. عشان تسافر كوستاريكا لازم يكون معاك تاشيره مسبقه من السفاره في من مصر، او يكون معاك تاشيره امريكا ساريه ومستخدمه، او يكون معاك تاشيره كندا ساريه ومستخدمه. دي الحاله الوحيده اللي تقدر تسافر بيها كوستاريكا من غير تاشيره. دي تفاصيل كوستاريكا هتلاقوها كلها على الانستغرام واليوتيوب وكل البلاتفورم بتاعتي حول العالم، 100 دوله حول العالم معادل، وازاي نقدر نسافر حول العالم. دي الحدود بتاعت كوستاريكا مع بنما، عديت ودخلت الحدود والحمد لله كل حاجه كانت ماشيه بسلاسه ومفيش ادنى مشكله، وكل حاجه هتلاقوها جميله. كوستاريكا دوله غاليه جدا 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 للاسف، بس هقول لكم على كل تفاصيل وازاي نقدر نسافر، واهم الحاجات بنما ده ختم دخولي الى كوستاريكا. شوفونا على انستغرام عادل حول العالم 100 دوله حول العالم معادل. اشوفكم على خير، فيديو جديد، الى اللقاء.